ازاي تذاكر في كلية الزراعة. ناس كتير بتكون في الثانوية العامة جايبة فوق 80% وبيدخلوا الكلية كلية الزراعة، واول سنة بيسقطوا طبعا داخل الكلية مغرور، ده الثانوية اللي اصعب، جبت 80 فخلاص كده العملية انتهت، الكلية بالنسبة لي تبقى سهلة مش محتاجة مذاكرة. صحح معلوماتك، اللي يمشي على المبدأ ده مش هينجح، وحتى لو نجح مش هيجيب تقدير حلو. الثانوية فيها مذاكرة والكلية فيها مذاكرة، سيبك من اللي قالك هتدخل الكلية ترتاح، هي مش مذاكرة طحن زي الثانوية، لكن شوية اهتمام بس ومتابعة زائد ربع مذاكرة الثانوية ان شاء الله هتجيب تقدير. الامتياز عادة في بعض الجامعات بيختفي، ولكن الامتياز من 85% عدد محدود بيجيب امتياز، لأن الناس بتطنش المذاكرة تقول لك كفاية انجح ب 50%، جيد جدا من 75%، الجيد من 65%. دخلت الثانوية أولى وثانية وثالثة كان المهم بالنسبة لك هو مجموعة ثالثة بس، لا في الكلية بقى كل سنة تقديرها مهم، لأن تقدير التخرج بتاعك بيبقى تقدير كل السنوات في الكلية من أول أولى لحد آخر سنة، فلازم تتابع من أول سنة وتشد حيلك عشان تجيب تقدير وتحافظ عليه. ممكن سنة تجيب 60 وسنة 70 وسنة 65 وسنة 80، لما تيجي تشوف هتتخرج بكام، بيجمع كل درجات المواد اللي درستها كلها من أول ما دخلت لحد ما اتخرجت ويحسب لك أنت هتتخرج بكام. يعني مثلا 60 زائد 70 زائد 65 زائد 80 على 4 بقت 69، يبقى أنت متخرج 69. تقدير أول سنة بنسبة 90% هو ده التقدير اللي هتبقى ماشي عليه طوال سنوات الكلية، إنك اتعودت إنك تجيب مقبول هتفضل تجيب مقبول، ولو اتعودت انك تجيب امتياز تجبر نفسك بعدها تبقى بسيط بالنسبه لك. في حاجه بتضاف لك في التقدير التخرج اسمها مرتبه الشرف، دي كل سنه تقديرك ما يقلش عن جيد جدا، فتكون متخرج جيد جدا مع مرتبه الشرف او امتياز مع مرتبه الشرف، ودي اعلى حاجه. عاوز تعين معيد في الكليه بقى لازم تطلع الاول تراكمي، يعني لما يجمعوا مجموع كل السنين على بعض تبقى انت اعلى واحد، مش شرط تبقى الاول كل سنه، ممكن سنه تبقى مش الاول وسنه اللي بعدها تبقى تجيب مجموع اعلى من اي حد، تبقى الاول بفرق كبير في العبره بمجموع السنين كلها على بعض تبقى الاول فيها. في كليات بتاخد الاول والتاني، في كليات ممكن ما تاخدش في نفس سنه تخرج، ممكن بعد كده عادي على حسب احتياج الكليه، وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله.